السؤال رقم 2: which of the following graphs represent an object at rest؟ إذا لدينا جسم متوقف والمطلوب أن نختار البيان الصحيح، والجواب الصحيح هو الجراف A. إذا البيان هو بيان XT بدلالة T، أوكي، وهو خط مستقيم ويكون على القيمة A. القيمة A هذه إذا جاية فوق الصفر، إذا هذا القيمة موجبة، إذا هذا إذا هو الجراف الصحيح، the XT position graph. وإذا حبينا إذا نوضع الجسم على محور X، إذا هذه موقعه الحقيقي، إذا محور X هذه الأوريجين 0 وسوف يكون على اليمين على مسافة A من النقطة O. للملاحظة لدينا الجراف E ليشبه الجراف A، ولكن الطالب لازم يلاحظ أن هذا جراف السرعة VT. وعموما إذا لاحظنا البيانات الخمسة اللي كانت موضحة، فالبيان A B C و D هما كلهم X، هما بيانات البوزيشن. أما البيان الأخير فهو بيان السرعة. إذا بالنسبة لنا هذه بيان السرعة وهو خط مستقيم لهنا يكون على القيمة V not، أوكي، إذا هذه الحركة بسرعة ثابتة، إذا it's a uniform motion at V equal V zero. أما فيما يخص الجراف D وهو إذا في لحظة معينة T1 كان إذا البوزيشن للجسم A1، وبالتالي هذا البيان هذا غير كافي، اوكي، the object is at position A1 only at the instant T1، وليس لنا المعلومة، ليس لدينا المعلومة أين كان الجسم قبل اللحظة T1 وأين سوف يكون بعد اللحظة T1. إذا هذا الجراف غير كافي باش نحكم هل الجسم متوقف أم لا. إذا هذا الجراف هذا لا يمكن أن يصلح لجسم متوقف.